شكر خاص اليوم لان حاضر معنا ضيف كبير كبير جدا، ضيف العظام واللي دائما ما كيدعم ما عاد دعم لا مشروع، سيد عامل عملات كازا اوفا. كاس على الجزء عبر التاريخ حكم اول حاجه احنا كنا في العادات، ثاني حاجه دكتور حفتي تكريم. ارتأت إدارة المعهد العالي للصحافة والاتصال مع الطلبة والطالبات ديالها باش تكرم رشيد بن محمود اللي عطى شيء الكثير للطاقم التقني ديال المنتخب الوطني وأيضا اللاعبين ديال المنتخب بحكمه المساعد الأول ديال السي وليد الركراكي. الكل كيعرف رشيد بن محمود والتألقات ديالو كمدرب وكإطار وطني اللي عجبنا هو بانه الطاقم الوطني كان 100% مغربي، لا السي وليد الركراكي ولا السي رشيد بن محمود ولا باقي اخوان. فهذا الشيء احنا كمغاربه احنا مفتخرين بهذا النقطه هذه، وكنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي ايضا ساهمت في هذا النجاح هذا لانه وفرت جميع الظروف الملائمه للاعبين والطاقم التقني بطبيعه الحال برئاسه فوزي القجع اللي يقوم بعمل كبير لتطوير كرة القدم المغربية. ما تفوتنيش الفرصة نشكر أيضا الرياضي الأول اللي هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس العناية ديالو للرياضة والرياضيين. اليوم كان عندنا ضيف خاص بطبيعة الحال بحضور رشيد بن محمود ومجموعة من الوجوه والشخصيات الرياضية، كان حضور العامل عملت كازا أونفا سيد عزيز دادس اللي توا معروف بالحب ديالو تجاه الرياضة المغربية، وكنشكروا من هذا المنبر هذا الحضور ديالو والتقرب ديالو من الطلبة. وأيضا شفنا قدم درع تكريمي للسي رشيد بن محمود، فبالتالي هذا الشيء كتبين بأنه لا سياسيين ولا رياضيين ولا صحافة ولا جميع القطاعات المغربية كانت عندها هدف واحد، هو يعني تشوف المنتخب الوطني المغربي في أعلى المراتب، وهذا الشيء اللي حصل لأنه المنتخب الوطني حرز على المركز الرابع هذا كأس العالم هذا، وهذا الشيء اللي ما جاش بالسهل، جاب مجهود كبير ديال جميع المكونات ديال كرة القدم المغربية وعائلة كرة القدم المغربية. دير النية ودوي بلونغري رقية، وهو هذا كان طلب من الطلبة لأنه تاهما قبل ما يكونوا صحفيين المستقبل هما مواطنين ومواطنات مغاربة، وكتعرف حب الوطن عند 40 مليون مغربي، وبالتالي اي مغربي ما كرهش يعيش هذه اللحظه اللي عاشوها الطلبه اليوم حضور رشيد بن محمود صانع ملحمه 2022. ما نساوش كان حضور ايضا مصطفى الحداوي اللي كان من صناع ملحمه 1986 مكسيكو 1986. كرمنا مجموعه من الشخصيات الرياضيه ايضا كاميري كريمو عزيز بودربالا وايضا تيمومي اللي ما حضروش معنا ولكن جاوا شخصيه. ما نساوش عاوتاني المسؤول التواصل ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد رشيد الحلو اللي حضروا مثل الجامعه الملكيه، فكنشكر الجميع الحضور والحمد لله على نجاح هذا الحفل. مزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.